إذن اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من التدابير الأمنية والاحترازية لتأمين احتفالات نهاية السنة والعطلة المدرسية. تتمثل هذه التدابير في انتشار مدروس لقواتها عبر إقليم الاختصاص، وكذلك تدعيمهم بمختلف التجهيزات الأمنية التكنولوجية الحديثة لتأدية مهامهم. هذه الفرق ستكون مدعومة كذلك بالوحدة الجوية للأمن الوطني لتسهيل حركة المرور. سيخص هذا المخطط جملة من المرافق على غرار الأماكن العمومية، دور العبادة، وكذلك المناطق اللي تعرف توافد كبير للسواح، بالإضافة إلى أماكن توافد المواطنين للتنقل بهذه المناسبة على غرار المطارات، الموانئ، كذلك محطات القطار ومحطات الحافلات.